write a function that gets a pointer to a character array and returns its length. يعني عندنا character array زي كده، المؤشر ده بيشاور على أول حرف فيها، هنبعته ال function. هو قال له enter a word وقال cn، مش لازم cn.getline، لأن دي كلمة مش جملة، فقراها وحطها في ال str زي ما احنا شايفين. وبعدين هننادي على function اسمها numchar، نديها المؤشر ده، هي تحسب لنا كام حرف زي كده وترجعه في اللين، نطبع اللين. طبعا هترجع انتجر اسمها numchar تستقبل مؤشر لكاركتر زي مثلا اس على سبيل المثال، او اس تي ار، وات ايفر الاسم. حط لها البروتوتايب فوق، من نوع تشار نجمة، يعني مؤشر لكاركتر، وبالتالي بتشاور على مش حرف بقى، على array of characters. عايزين نعد، يبقى int وليكن مثلا count يبدأ بصفر، أو ممكن تقول لين يبدأ بصفر، وبعدين تمشي على كل الحروف. في البداية ما انتش محتاج عنوان، لأن هو الاس ده هيشاور على أول حرف، فحط مكان فاضي، لأن هتقول إيه؟ هتقول اس يساوي اس، ملهاش لازمة، المؤشر بيشاور على أول مكان وأنت عايزه يشاور على أول مكان. طول ما محتوى المكان ده ما يساويش النال كاركتر، يعني موصلناش للمكان ده، ونزود العنوان بواحد، هنا نزود العنوان وليس المحتوى. المحتوى يعني هيزود مثلا لو حرف يخليه بي، لا احنا مش عايزين نغير في المحتوى، عايزين المؤشر ده يتحرك كل شوية، يروح لين يوصل لغاية الآخر. طول ما هو ماشي نزود الكاونت واحد، وبالتالي محتوى الاس في البداية دبليو، فهيقول واحد ويروح للاي، اتنين ويروح للال، تلاتة يروح للسي، اربعة يروح للاو، خمسة يروح للام، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة يروح للإم، سبعة يروح للإي، ولما يروح للسلاش زيرو إن الكاركتر مش هيعد، مش هيدخل، هيطلع بره اللوب خالص، ساعتها تريتيرن الكاونت. طبعا كنت ممكن قلنا نسمي ده لين ولين بلس بلس وريتيرن لين عادي، أو سي أي حرف زي ما أنت عايز، ملوش علاقة. الريتيرن كاونت ده هيرجع فين؟ هيرجع في اللين، ليمثل عدد الحروف هنطبعه، يطبع طول الكلمة.